هو هيدا المشروع مشاركة بين جامعة باث ببريطانيا وجامعة القاهرة والبريتش كونسل في مصر. نحن تركيزنا على صنع القرارات والسياسات الاجتماعية خصوصا بموضوع الحماية الاجتماعية بالشرق الأوسط اللي هو موضوع كتير مهم حاليا لأنه في تغيرات دولية عم بتصير بأجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة. فنحن حاليا عم نشتغل على موضوع كيف ممكن نعزز قدرات الباحثين، كيف ممكن نعمل تقارب بين صانعين القرار والباحثين والمؤسسات الأهلية لحتى يصير في تبادل خبرات، تبادل معلومات وإعادة تفكير بهيدا الوقت اللي هو وقت حاسم لصنع القرارات وصنع الاستراتيجيات للدول العربية. فهيدا يعني بيجيبنا على القاهرة اليوم بفكرة البوليسي لاب اللي هي نوع مختبر للسياسات، إنه نفكر كيف عم نحدد الحلول عبر سياسات حماية الاجتماعية مثلا مثل الكاش ترانسفيرز أو مثل تعزيز قدرات المرأة. وهل مثلا ممكن نعمل إعادة نظر ما هي الإحصاءات اللي نحن بحاجة إليها، من هن الفئات من المجتمع أو الفئات من الحكومة أو الفئات من المجتمع المدني اللي ممكن نشارك معها لحتى نعمل إعادة نظر ونفكر بكيف هالمشاكل عم نعرف عليها وكيف عم نحددها. هل هي الحد من الفقر؟ هل هي نوسع حقوق الإنسان مثلا أو قدرة المواطن على الحصول على خدمات أساسية مثل الصحة أو مثل التربية؟ ونحن دورنا كباحثين وكشبكة باحثين، يعني لو كنا في جامعة القاهرة أو لو كنا في منظمة نوعا ما دولية مثل البريتش كونسل، كيف ممكن نعزز من هالقدرات أو نفتح المجال لأفكار جديدة وهالأفكار تتطبق عمليا لإفادة المجتمع وإفادة السياسات بمصر وغير مصر.